سيل من النازحين على الطريق الوحيد المخلص من محرقة قوات النظام وحليفه الروسي، يتجهون إلى شمال سوريا نحو مصير مجهول. عشرة العائلات النازحة تتجمع هنا تائهة في هذه الطرقات، واقعة بين نارين، نار التشرد وتأمين المسكن ونار القصف والموت في بلداتهم. احنا كنا هلاك بالطيران، نريد نحرك مع نقدر، كل شيء صعب علينا، الطيران ما يدشرنا ثانية، نريد ننام ما نقدر، الراجمات هذن لا تسأل عنهن، حولنا وحوالينا نريد نمشي، نريد نحرك ما نقدر، هل حصفش ثاني ولاد ابني؟ شلتهم وجبتهم من تحت القصف. الأعداد المرعبة القادمة من معرة النعمان وريفها دعت المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري لتكثيف جهودها للبدء بحملة استجابة طارئة مشتركة بعنوان أهل العز. تتضمن الحملة فريق النقل والإسعاف وفريق السلال الغذائية والمواد غير الغذائية وفريق المستودعات والإمداد، إضافة إلى الفريق الطبي والدعم النفسي وفريق الإيواء والإطعام. عم نشتغل على أمرين رئيسيات بالفترة الحالية. الأمر الأول هو إجلاء العوائل من مدينة معرة النعمان وريفة، والأمر الثاني هو العوائل ترتيبهم بمراكز إيواء جماعية لحتى ينتقلوا لأماكن إيواء دائمة، وخلال وجودهم بمراكز الإيواء الجماعية بمدينة إدلب وبريف حلب الشمالي تأمين الأمور والمواد الضرورية اللازمة لهم لحتى نسد حاجتهم الضرورية نوعا ما بالفترة الحالية. تعاني مناطق الشمال السوري من التضخم الكبير في أعداد السكان بعد موجات النزوح التي شهدتها مؤخرا، الأمر الذي يزيد من معاناة النازحين الجدد في تأمين مسكن يلتجئون إليه، حيث وثقت الفرق الميدانية التابعة لفريق منسق استجابة سوريا نزوح أكثر من 200 ألف نسمة موزعين على 33 ناحية ضمن مناطق شمال غرب سوريا ومناطق درع الفرات وغصن الزيتون خلال الأشهر الأخيرة. تجرنا من مناطقنا، النظام عم يتقدم وقصف كثير ودمار والضياع كثير، حاصرت الناس ما بقى تحسين يعني ترحل أغراضها، شلنا كم غرض هيك على السريع ورايحين لشمال، وين رايحين ما لنا عرفان، يعني ما في محل نقعد فيه ما نعرف مثل ليه. مع أي تقدم لقوات النظام تتسع رقعة القصف وتتصاعد موجات النازحين بالتدفق شمالا نحو مناطق أكثر أمنا، فما هي قدرة الشمال السوري في استيعاب مزيد من النازحين؟ وهل ستستطيع المنظمات الإنسانية استيعاب الكتلة البشرية الهائلة التي أصبحت شمال سوريا؟